تفضل يا خالد من الدوادمي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السؤال واحد الله يجزاك خير، ما تفسير روح المعاني؟ ما رأي الشيخ فيه طال عمرك؟ وشو؟ تفسير روح المعاني. كتاب؟ إيه تفسير روح المعاني. نعم روح المعاني، روح المعاني تفسير للألوسي معروف، وهو جيد في الجملة، وإن كان في بعض التصوف لكن في الجملة هو جيد. نعم.